اليوم حنجري بنكون الحوار شوي مختلف عن خلينا نقول الروتين اليومي، حكومه بشكل وما بشكل، وبيطلعوا وما بيطلعوا، وسطات وما الى ذلك، نشوفها من منظارها الاوسع. ونستغل وجودك معنا استاذ امين لنشوفها من برا لجوا، مش من جوا لبرا، بدءا من تورا بورا وصولا الى ما بعرف الى جنوب الاراضي المحتله يعني بكل معنى الكلمة. ولكن خلينا نبلش بالوفد الكونغرس يلي كان امبارح في لبنان، وفد الكونغرس الذي وفد لجنة شؤون خارجية برئاسة كريس ميرفي. دايما بيكون بزيارات هذه الوفود الظاهر شيء ويلي بيطلع على العلن شيء، والباطن شيء آخر. شو اجى عمل وفد الكونغرس؟ بعتقد لا شيء، يعني نعطى أكثر كثير من حجمه. يعني أولاً الكونغرس لا يتعاطى بأمور إجرائية تنفيذية، الكونغرس يتعاطى التشريع، يتعاطى أمور سياسية عامة. هذه اللجنة هو ميرفي بلجنة الشؤون الخارجية، لكنه هو رئيس لجنة الشؤون الفرعية باللجنة الخارجية اللي بتهتم بجنوب غرب آسيا وجنوب آسيا والإرهاب. يعني ما فينا نقول وفد رفيع المستوى. لا يعني وفد رفيع المستوى طبعا، يعني هو اختصاصه هذا الموضوع. لكن اليوم في عطلة صيفية بالكونغرس، يعني وبالتالي انه جاي بوقت عطلة صيفية، يعني منك جاي تشتغل ومش بالضرورة تكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية. لما يكون في ملف كتير كبير له علاقة بلبنان، بعتقد يا بيجي مساعد وزير الخارجية تيبلغنا، يا أما إذا في شيء له علاقة بالمال والعقوبات بيجي مساعد وزير الخزانة تيبلغنا، وإذا في شيء أكبر كنا موعودين مثلا من يوم من الأيام أنه يزورنا بيرن، أنه بعد لحد اليوم كل يوم بقولوا جاي ومش جاي. بس إيش هو يوم بيرنز؟ عرفت إيش إنه راجع من امبارح طلع خبرية إنه كمان كان جاي على نفيوة، بس هو إجا من أسبوعين، إجا بهذه الجولة الخاطفة آتيا من إسرائيل. فعندما يكون هناك شيء بهذا المستوى الإجرائي التنفيذي، بيكون وزارة الخارجية، بيكون CIA، بيكون وزارة الخزانة. أما اليوم عندما يأتي وفد بهذا المستوى إلى لبنان، يعني أنا بعرف من حالي كصحافي، أنا بعملها وأنت بتعمليها، أنه أحياناً بنزور سياسي مش لأني بدي أعمل معه مقابلة، بزور سياسي لحتى يكون بالجو. يعني أنا بسافر على بلد مش لأكتب عن البلد بقدر ما أقدر أخذ مع طيار. فاليوم هذه اللجنة لأنها مهتمة بموضوع جنوب غرب آسيا، ولأنها مهتمة بموضوع الإرهاب ولبنان أساسي في هذا الموضوع، فتأتي الزيارة من هذا الباب. يعني كزيارة استطلاعية، وحتى كأنه ما كانوا بدهم يزوروا لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء المكلف، ولكن نصحتهم السفارة أنه تعطي أبعاد أخرى وتفسر بطريقة ثانية، فالأفضل أن يزوروا. طبعا معروف عنهم أنه هذول أعداء وأخصام لحزب الله. لكن لا، الكلام كان امبارح عضو من الوفد ريتشارد بلومنتال، حزب الله سرطان يجب استئصاله، قال من على ارض المطار. يعني معروفين، يعني انه هن هيك، ما حدا ما بيحبوهم، يعني في كره بيعبروا عنه. ولكن مع امريكا مين بعد بيعطيها دينتهم بعد اللي صار بافغانستان؟ الامريكاني بدك تحسبي للمليون قبل ما تفكر اليوم شو بده حقيقه. لما تسلمي على امريكاني بدك تطلعي بايديك اذا ناقص اصبع. انا مره سلمت على امريكاني في واحد، سلمت بطريقه اخرى عليه او على عميل الامريكاني بطريقه اخرى. فبد واحد يكون حذر كثير بالتعاطي مع الامريكان، وخصوصا اليوم اذا بتطلع شو اللي عم يصير حولنا، انه بيجي اليوم متسائين الامريكان من مساله السفينه الايرانيه للبنغين، بعد خمس دقائق بتلاقيهم انه بيطلعوا لنا باقتراح بديل استجرار الغاز المصري عبر سوريا وكسر قانون ايسر. اولا هذا مش غاز مصري، مصر لا تنتج الغاز، بالكاد اللي بتنجو بكفيها، هذا غاز اسرائيلي. وانه فعلا برجع بكسر قانون العقوبات وبمر قانون ايسر لحتى مر غاز لبنان. في كانت مدمره درعا، بصير خمس دقائق بصير في حل، ونقدر من خلاله انه نرجع نعيد بناء الشبكه المتضرره بين الاردن وبين سوريا لحتى نقدر نفوتهم. حتى بموضوع درعا، فانه انت يعني بالمعنى الاول انه انا ضد سوريا حليفه حزب الله، ضد الايرانيه حليفه حزب الله، ولكن انا بكسر قانون ايسر لحتى نمرق الغاز، فبالتالي انا عم بحدث ثغره بهذا القانون واللي بالنسبه لسوريا قد تكون بمثابه انتصار.
برجع بيكون في أزمة بدرعة امبارح هذيك اليوم صحيح. يعني وكادت الأمور تصل إلى ترجع تفلت بعد شوي منلاقي بتصير في اتفاق الأردن وبتصير في اتفاق خمس دقايق بتصير في اتفاق الصابع الأمريكية واضحة جدا فيه إنه هذا الاتفاق بيقول لهم للمسلحين إما بترضخوا وبتقبلوا باللي بيقول لكم يا الروسي والسوري يا إما بتحملوا حالكم تطلعوا بأدلب ووقعوا فبمعنى انه الامريكاني بيقول لك شيء وبيعمل شيء ثاني لانه بافغانستان شيء وبيعمل شيء ثاني فلازم دائما نضل عيننا على الامريكاني هلا شو بده بلبنان يعني هذا انا اللي بيهمني من كل الموضوع شو بده من لبنان واضح انه الامريكان لحد حتى هذه اللحظه ما كثير فارقه معهم الفوضى اذا بتطلع على كل المنطقه شو بدي بسوريا وبالعراق وبلبنان وباليمن بتطلع على الاردن اليوم الاردن اللي هو الدولي المركزية بالخريطة العسكرية الأمريكية بفككوا أنجرليك بينقلوها للأردن بفككوا جزء من اللي صار بفككوا وجودهم بأفغانستان جزء أساسي منه بيروح للأردن بفككوا قاعدة السالية بقطر جزء أساسي بيروح منه للأردن عاد هذه الدولة الصديقة هذه الدولة اللي اليوم حليفة وقاعدة أساسية من القواعد الأمريكية هي تكاد تكون القاعدة الأكبر اليوم بالشرق الأوسط نتطلع بداخلها شو عم يصير في بنزين قد ما بدك في كهرباء قد ما بدك بس ما حدا معه مصاري لحتى يعبي بنزين ما حدا معه مصاري لحتى يشرش كهرباء فبالتالي هي تعاني من أزمات كبيرة إذن هم لا يمانعون بحالات الفوضى أما في بعض الأحيان قد تصل الفوضى إلى حد بتصير مقلقة يعني مثل وين؟ مثل بلبنان أنه أنا مني بحاجة اليوم شوف لبنان سوريا تاني مني بحاجة اليوم شوف لبنان تفلق يفلت الملأ يطلع له فلسطيني أو واحد من المخيمات أو أي واحد اللي كان متخانق هو ومرته يقوم يكب صاروخ على إسرائيل مش وقتها هذه القصة يعني خليها عملية الضبط قائمة صار في تجربة بسيطة بعدين وصل البلد خطوط الحمر يعني أنه طيب يكاد يتفجر البلد من الداخل ولما يتفجر بيصير كل شيء متاح بؤرة للإرهاب بؤرة للهجرة والترحال بؤرة لأي شيء فبالتالي خلينا نعمل صمامات أمان مشان هيك الأمريكان أعتقد اليوم بهذه اللحظة منهم عندهم مانع يكون في حكومة شو مكان أنه مشي الوضع تانيا بتلاقيهم عم يشتغلوا على أي موضوع على موضوع الجيش وعلى موضوع المؤسسات انه الجيش باي معنى الجيش مش محبه كمان انه بيريدوا جيش قوي ومتماسك يمسك البلد بقدر ما انه هو بيكون سفنجي بقدر ما بيكون هو شبكه الامان اللي بخفف الكثير من الانفجار وكذلك الامر قد يكون ركيزي فيما بعد لا احداث توازن مش احداث صدام لان اسرائيلي كان بده صدام الامريكاني ما بده صدام بده توازن مع حزب الله فمن خلال دعمنا للجيش والمؤسسات الأمنية لأنه ما فيك تتعاطي مع الجيش دون المؤسسات الأمنية الثانية فاليوم التركيز على توفير هذا الدعم للجيش اللبناني